بنك مركزي عمل مبادرة جميلة جدا جدا جدا، هنعرف تفاصيلها دلوقتي من الأستاذ خالد بسيوني وهو مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي. مساء الخير يا خالد بيه. مساء الخير أستاذ تامر. مساء الخير حضرتك. ازي حضرتك؟ إن شاء الله أكون بخير يا فندم. الحمد لله. أولا أنا شاكر لحضرتك وللبنك المركزي ولكل القائمين عندك من أول السيد المحافظ لكل القيادات على مجرد التفكير في هذه المبادرة وفي هذا الاتجاه، ده شيء يجب أن تشكروا عليه، ونتمنى كل المؤسسات والمصالح سواء الحكومية أو غير الحكومية أن تحذو حذوكم، فلكم الشكر والتحية أولا. العفو يا فندم، ده واجب علينا أولا وأخيرا. شكرا جزيلا. أستاذ خالد بالراحة حضرتك تشرح لنا المبادرة وإيه اللي انتوا فكرتوا فيه لتيسير تعاملات السادة ذوي الهمم مع البنوك والمصارف والمؤسسات. طب خلينا نتفق الأول مع بعض إن هي مش مبادرة. تمام. هي تعليمات مصدرة، تعليمات يعني هتفضل موجودة في حياتنا طول الوقت. هايل. مش مبادرة، هتبدأ في وقت وتنتهي في وقت تاني. ممتاز. فهي يعني قرارات. قرارات مصدرة للبنوك، البنوك ملزمة بأن هي بتنفذها. كويس. التعليمات ديت هي صدرت بعد ما حصل نقاشات كتيرة جدا مع أجهزة الدولة المعنيين زي وزارة التضامن الاجتماعي، زي وزارة الشباب والرياضة، زي اللجنة البارالمبية، المجلس القومي لشؤون الإعاقة. وحصلت بعد نقاشات وجلسات كتيرة جدا مع المستفيدين نفسهم وذوي الإعاقة وذوي الهمم. قعدنا مع جميع فئات الإعاقة. كان بدني، كان حسي. خلينا بقى طول الوقت ماسكين في ذوي الهمم. نخلينا ماسكين في ذوي الهمم. المصطلح ده لأن هو الحقيقة هو الأقرب للدقة في وصفهم. صحيح، ولكن القانون اللي بيعمل بيه الموضوع ده اسمه قانون ذوي الإعاقة. ماشي. قانون رقم 10 لسنة 2018. تمام. إنما إحنا داخليا جوه البنك المركزي طبعا بنحب نستخدم ذوي الهمم. كويس، ممتاز. فحصل ان احنا حصل نقاشات كتيرة جدا علشان نقدر نبقى فاهمين الوضع عامل ازاي. المتطلبات ايه، الاعاقات فين، او المعوقات هنا هو عاملة ازاي في الاستخدام المعاملات لأصحاب الهمم. ما بيقدروش يروحوا البنوك، ولما بيروحوا البنوك ايه المشاكل اللي ممكن بتواجههم. تمام. والحقيقة احنا كمان بعد ما سمعنا منهم رحنا قعدنا مع البنوك وشفنا الوضع عامل ازاي جوه البنوك. درسنا من الجانب القانوني والشق القانوني القوانين عامله ازاي وبتطلب ايه من المتعاملين مع ذوي الهمم. ممتاز. خرجنا من الكلام ده كله ببعض المعوقات اللي كانت واضحه وصريحه جدا في الاستخدام. يعني ايه الاستخدام؟ يعني ازاي اوصل للبنك؟ ازاي اقدر لما اوصل للبنك اتعامل جوه البنك؟ بتعامل طيب لما باخد معلومات من البنك باخدها في صورة ايه؟ بشوفها ازاي؟ فلقينا ان احنا مثلا ما عندناش لغة الاشارة. تمام. فبالتالي الصم والابكم لما بيخش البنك بيضطر ان هو يجيب معاه واحد بيتكلم معاه بلغة الاشارة. مظبوط. لقينا معوقات كتيرة لو عايز نحكي على حضرتك عليها. طيب لا يعني انا سعيد بالامثلة اللي حضرتك ضربها، عشان انا لو انا من ذوي الهمم وبتفرج دلوقتي على التلفزيون يبقى مهتم جدا ان انا اعرف ايه التسهيلات او ايه التعليمات الجديدة اللي هتبتدي تطبيقها. فواحد اهو معنى كلام حضرتك ان هيبقى في كل بنك موظف يجيد لغة الاشارة. في على الاقل في كل فرع 2 موظفين مدربين على لغة الاشارة. ممتاز ممتاز، بحيث انه الاصم او الابكم ليس مضطرا لاصطحاب احد او ان هو يعاني في شرح ما يريد. لا، وكمان كان في بعض الاعاقات القانون بيلزم بان يكون في معين او مساعد وهو بيقدم الخدمات، فكان بيضطر ان هو ياخد واحد معاه من قرايبه او من عيلته يروح بيه البنك علشان يبدا يتعامل مع البنك. صح. فاحنا سمعنا الحقيقه كان تعليق رائع جدا من احد الزملاء المكشوفين وهو بيقول لك طب ما انا كده بعرض خصوصيتي للمكشوف. خلاص. طبعا. انا عرفت انا الشخص اللي انا جايبه معايا ده انا مضطر اقول له انا عايز ايه، وانت حضرتك هتبلغه بحساباتي وارصدتي وكل حاجه. مظبوط. عايز اقول لحضرتك ان كمان الحل كان جاي من عندهم هم،
ورجعنا الحل دوت وشفنا إمكانية تطبيق الحل دوت قانونا وتشريعيا وكل حاجة هي. ولما لقيناه ينفع محطوط جوه، وإن هو بدل ما يجيب معين أو مساعد معاه من بره يقدر يستعين بموظفين من جوه البنك. طيب أدي أول واحدة مثال لمن يعتمد على لغة الإشارة، في كل فرع موظف أو اتنين يجيدوا التعامل بلغة الإشارة تسهيلا على المتعامل. طيب في كمان تجهيز الفروع. أيوة. بنسبة 10% من الفروع اللي بالفعل موجودة. أيوة. القائمة تجهيزهم بالكامل لأن هم يكونوا بيعرفوا يتعاملوا أو بيقدروا يستقبلوا جميع أنواع الإعاقات. طبعا. من أول أن أنا أكون عامل منحدرات في الأول خالص. الاي تي ام يعني بدل ان السلم هو اللي يؤدي البنك، لازم يبقى فيه رامب اللي هو المنحدر ده عشان لو في حد بكرسي بعجل. بالظبط يا فندم. تمام. لما بيخش عند البنك الابواب بتاعته في اوقات كتيره جدا فروع من البنوك فيها البنك الباب الدوار اللي بيلف حوالين بعضه. صح. ده بالنسبه للمعاقين فيه مشكله، فبنقول للبنوك كمان ان الفروع بتاعتك لازم تكون مجهزه بابواب بتتفتح اوتوماتيك وتكون واسعه وسع كافي ان هو يدخل المعاقين بالكراسي بتاعتهم بدون اي اعاقه للحركه بتاعتهم. ممتاز. بنقول ان احنا في اوقات كتيره في عندنا خدمات بنستخدمها جوه الفرع نفسه، ففي اوقات الخدمات دي بتكون في الدور الارضي وبعض منها بيكون في الدور الثاني، واوقات ما بيكونش فيه اسانسير. صح. بنلزم هنا ان يكون في شباك واحد للتعامل مع ذوي الهمم. شباك واحد في كل الادارات اللي في البنك، بحيث ان ذوي الهمم من الشباك ده يخلص كل حاجته. مظبوط يا فندم. تمام. ويكون له نظام في الدخول ونظام في ارقام الانتظار خاصه بيهم هم لوحدهم. ملهمش علاقه بالطابور العادي. النظام الطبيعي ملهمش علاقه بالترتيب او الطابور العادي. مظبوط يا فندم. ممتاز. كويس. طيب احنا في بعض الاعاقات اللي بيكون فيها مشكله كبيره جدا في ان الشخص يقدر ينزل يوصل للفرع نفسه. صح. فسمحنا للبنوك ان هم يعملوا زيارات منزليه لذوي الاعاقه بشروط معينه. هايل. فاذا كمان المعاق اقدر ان انا اخدمه جوه بيته او في مكان اللي هو موجود فيه، اقدر اخدمه تحت للبنوك العمل دوت. هايل. طيب بالنسبه لمكانات الاي تي ام في اي تعديلات فيها؟ في تعديلات كتيره جدا، مش بس على 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 مكن الاي تي ام. اولا مكن الاي تي ام لازم يبقى برضو بيتكلم بنفس اللغه الاعاقه اللي جاي بيها. لأننا نتكلم فيه ان يكون في لغه برايل موجوده على الاي تي ام ماشين، يكون فيها سماعات ومتحدث صوتي. الكلام ده كمان بينطبق على البروشورز والفلايرز والخدمات المصرفيه اللي بتتقدم. أيوة. لو انا عندي اصم او ابكم مش او اسف لو عندي كفيف فهو مش قادر يشوف الفلاير دوت ومش قادر يقرا التعليمات بتاعته، تتعمل بخط بلغه برايل. كل الابلكيشنز بتاعه البنك والفورمز بتاعه فتح الحساب كلها ببرايل. كل المنشورات بتتعمل بالاثنين بلغه الاشاره وببرايل. بنقول ان يكون في فيديو جوه الفروع. تمام. يكون في اتاحه الخدمات بلغه الاشاره. طيب انا سؤالي هنا يا فندم عشان الوقت بس، الكلام ده من امتى؟ الكلام ده يسري بعد سنه من عند البنوك توفيق اوضاع لمده عام، ولكن يهمني ذكر كمان في نفس الوقت ان انا عندي بنوك بالفعل فيها التجهيزات دي بيعمل بعض من الخدمات دي قائمه. تمام. لكن البنك المركزي اصدر قرارات ان كل البنوك لديها اسعام على الاكثر لتوفيق اوضاعها حتى تستطيع ان تتعامل بهذه الكيفيه مع كل ذوي الهمم. مظبوط يا فندم. خالد بيه انا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر البنك المركزي، والحقيقه حاجه تسعد وتشرف انه احنا بقى عندنا هذا الفكر المتطور والرؤيه في ان كل انواع البشر طالما يحملوا جنسيه جمهوريه مصر العربيه لهم كل الحقوق، طالما عليهم كل الواجبات وحقوقهم متساويه، حتى لو كان ربنا ابتلاهم ببعض الاعاقات او بعض المشاكل علينا ان احنا نساعدهم على تجاوزها دون اي معاناه. شكرا جزيلا على هذا التفكير المحترم.